السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده فيديو جديد وسيده جديده. فيديو النهارده هيكون فيديو حلو جدا جدا. فيديو النهارده هيكون فيديو لسيده اجنبيه. هنشوف النهارده تغييراتها وتجديداتها لبيتها وافكارها اللي بجد حلوه جدا، وانا شخصيا انبهرت بيها في حاجات جديده بالنسبه للديكورات وفرش الشقه اللي بجد بيبهرنا في كل فيديو وفي كل مكان. عايزة بقى النهاردة فيديو النهاردة دعمكم كده حلو كده ولايكات حلوة. لو انتوا عايزين كده فيديوهات زي كده وفيديوهات حلوة وكلها رقي كلها تنظيم وحاجات حلوة كده، ما تنسوش دعمكم ليا باللايك، اللايك الحلو المحفز، وكمان كومنتكم اللي بجد بتحفز جدا بكل كومنت انتوا بتبعتهولي وبتقولهولي. ربنا يديكم يا رب اضعاف اضعاف ما انتوا بتدوني. وكمان لو انتوا اول مره بتشوفيني من خلال الفيديو ده، اكيد يسعدني وجودك معايا واشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد مني. متنسوش بقى دعمكم ليا باللايك كده والكومنت المحفز. اشكركم من كل قلبي على كل حد بجد بجد بيحب القناه عندي وبيكتب لي دايما دايما كومنتات محفزه. يلا بينا نشوف السيدة اللي معانا النهاردة، سيدة أجنبية زي ما قلتلكم. وأول حاجة بدأت بيها هي المشتريات. المشتريات دي كلنا يعني دي حاجة في دمنا كده، ان احنا لازم ننزل نتسوق ناخد حاجات نجيب حاجات جديدة للبيت، وهو ده يعتبر الروتين الشهري بتاعها. بتجيب بقى الدوني وبتجيب الحاجات اللي هي بتستخدمها بالنسبة للمسحوق. يعني هنعتبر النهاردة كان روتين كله تنظيفات، كله تنظيفات حلوة كده من اللي احنا شخصيا انا شخصيا بحب الحاجات دي. يعني انا تقريبا لما بخرج مع سلفتي اول حاجه لما بنخش هايبر ونروح في الهايبر ده، اول حاجه بخش ليها المنظفات، فتلاقيها تقول لي ايوه انا عارفه، تاخدني من ايدي كده تقول لي بصي ده القسم بتاعك، القسم بتاعك اللي انت بتحبيه اهو. يعني حته المنظفات دي بجد انا بعشقها بعشقها بجد. فاللي زي كده يكتب لي تحت في الكومنتات. وبما ان بقى خلاص هي جابت الحاجات دي، هتبتدي بقى ان هي ترصصها في الجارات او البرطمانات. بصوا التنظيم ده والترتيب، تقدري انك انت تنظمي وترتبي كل حاجه زي ما قلت لكم في فيديوهات سابقه بطريقتك انت او بتفكيرك انت. طبعا دايما بيكون عندنا التنظيم والترتيب ده شيء اساسي، ولكن بطريقتك المفضله او اللي انت بتحبيه. طبعا هنا الجارات دي جارات ازاز، ففي ليها بديل كتير اللي هو الجارات اللي هي الاكريليك او البلاستيك. لو انت هتحطي مثلا دوني، هتحطي حاجه من مسحوق او كده، تقدري تستخدمي اي جار او اي برطمان انت حباه. هنا بقى حطت خلاص الدوني، وحطت كمان الحبيبات بتاعه الغساله الاوتوماتيك وكمان الغساله بتاعه الاطباق. بصوا بعد كده هتحط بقى كمان المسحوق او الدوني اللي هو الجل. بصوا انا بحب قوي الفقره دي، مش عارفه مش عايزه اتكلم بصراحه لان هي بصراحه بحبها. خلاص بقى بعد ما خلصت كده لمت الحاجات اللي هي كبتها وعينت كل حاجه مكانها. وبما ان كده كان التنظيف وتنظيم في قلب المطبخ، جايب حاجات جديده. وهي اول حاجه كانت الطقم المنتشر اللي هو باللون الابيض والجولد، هو ده جرانيت. فطبعا انتوا عارفين ان هو منتشر دلوقتي، ومعظم السيدات الاجانب او اللي في الدول الاخرى بقوا بيغيروا بالنسبه للي هو حاجه كويسه. حتى لو تلاحظوا يمكن في اكتريه الفيديوهات بيكون لونه ابيض، ومستو ان هو مش بيعمل لون خالص من بره ونوعيته حلو. هنشوف بقى الطقم السكاكين اللي هي كانت جايباه او جايبه شويه حاجات. ده طقم معالق وشوك وسكاكين، هتبتدي دلوقتي اللي هي تنظمهم في قلب الادراج. وانتوا عارفين التنظيم والترتيب ده يعني خلاص بقت حاجه اساسي عندنا في قلب فيديوهاتنا وفي قلب بيوتنا. التنظيم والترتيب، هتبتدي بقى ان هي تحطهم كده زي ما انتوا شايفين في المنظم اللي هو العادي جدا. تقدري برضو تحصلوا عليه او تجيبيه من اي مكان بيبيع فيها المنظمات دي.
مش شرط بقى ان هو يكون لونه جري او شكل او نفس الشكل، ولكن تقدر انك انت تحصلي عليه او تجيبيه زي ما قلت لكم من اي مكان، ان هو يبقى حاجة منظمة او مرتبة. حلاوة الأدراج هنا ان هي بتبقى خفيفة، مفيش فيها شغل كتير، وما مش بتحطوا فيها حاجات كتيرة، فكل ما بتخفي من الدرج يعني مش بيكون مليان معالق وما يكونش فيه تكدسات كده وحاجات كتيرة، بتحسي براحة نفسية والله. يعني وقت ما بتيجي تعوزي مثلا معلقة شوكة اي استخدام انتي حباه بتتلاقيه قدامك على طول، عكس ما بتقعدي تدوري هو ده فين وده منين وده راح فين وهكذا. بصوا بقى، هنا طبعا كانت جايبة قارورة، وكانت جايبة طقم جديد برضو لونه جولد او اسود في جولد، علشان التغيير او التجديد اللي هي غيرته، فكانت حابة تجيب الطقم ده. ده طقم طبعا توزيع. خلاص بقى بعد ما خلصت كل دوت ونظمت الدنيا ورتبت الدنيا بالنسبة للدرف والحاجات دي، كان لازم ان هي تدي للمطبخ كده تنظيفة او ترتيبة علشان خاطر كل حاجة تكون في اماكنها. هيعتبر هنا ده روتين، يعني روتين ليها بالنسبة للتنظيف او الترتيب بتاع المطبخ. خلاص بقى هنا كانت رتبت التقفيل ونظفت كل حاجة، وشوية مية سخنين كده في الجدل بتاع الشرشوبة ده او الباسكت بتاع الشرشوبة، وهتبتدي تلمع الباركيه او الارضيات، هتديهم اللمعة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا بقى هنا نشوف هتعمل ايه في الانتريه وترتيبها وتنظيمها للانتريه، بجد شكله يعني تحفة بجد. لون الجولد اصلا مع الاسود والاوفايت عامل ماتشنج، بصوا بجد جميل جميل جدا، انا شخصيا حبيته يعني. المهم هنا هي كانت بتنظف بس الباركيه او الارضيات ده بعد ما خلصت المطبخ. وتعالوا نشوف بقى تاني يوم هنا اول ما صحت كانت عملت ايه، جايبه حاجات جديده للريسبشن، وده يعتبر كوشنز جايباهم جداد كده علشان خاطر الشكل يكون شكله حلو، او لون الجولد يكون مع الاسود كده يكون شكله حلو. هتبتدي بقى ان هي تنظمهم زي ما انتم شايفين، وتلميع وتنظيف كده يخليلك بصي يعني الدنيا بتبرق كده. عارفين اكتر حاجة شدتني كمان ايه؟ هي السجادة. بصراحة والله السجادة شكلها حلو قوي، الشكل اصلا يعني التقسيمة بتاعت السجادة شكلها حلو، مختلفة عن باقي السجاد اللي احنا بنشوفه، بيكون سجاد عادل كده، انما ده تحس ان هو فيه عامل زي جلد النمر كده، بجد شكله حلو قوي قوي، شكله شيك جدا يعني بصراحة. خلاص هنا كانت خلصته، وبعد كده كان جايبة مكتبة جديدة، والمكتبة دي برضو حطيتها كده في ظهر الانتري او جنب الانتري، علشان خاطر لما تعوز تحط فيها اي حاجة اي معدات مثلا بتاعتها، وفي نفس الوقت تقدر ان هي تقعد عليها زي نظام مكتب كده، يعني تقعد براحتها وفي نفس الوقت يكون الريسبشن قدام. طبعا ده المقابض، واحنا خلاص اتعرفنا عن ان السيدات الاجانب، معظم السيدات الاجانب الشغل بتاعهم بيجيلهم بيكون متقفل فيه كرتونة كده، بتطلبه طبعا اونلاين وبتبتدي ان هي تركبه. هي مش بيبقى جاهز زي مثلا عندنا هنا في مصر او في القاهرة، او ممكن يكون في دول تانية بيجي مثلا الشغل جاهز فبتحطه بس على طول، فلا هي هنا بيجيلها الشغل بيكون متفكك في قلب الكرتونة، وبتبتدي ان هي تركبه زي ما انتم شايفين. طبعا هنا بقى بعد ما خلصت خالص الشكل الجمالي بجد بيتكلم عن نفسه، حاجة كده واو.
عايزه اقول لكم لو انتوا وصلتوا لحد هنا من الفيديو ولسه ما حطيتيش لايك او ناسيه انك تحطي لايك، فيا ريت تدعميني كده باللايك عشان اعرف ان الفيديو عجبكم ونال اعجابكم، وبالتالي اجيب لكم فيديوهات تكون احسن من كده كمان. يلا بينا بقى نشوف كمان السفره وتنظيمها وترتيبها للسفره هيكون عامل ازاي. وبما ان الفيلا بتاعتها او الشقه بتاعتها كلها مفتوحه على بعضها بالنسبه للريسبشن للمطبخ للسفره، فكان لازم طبعا برضو السفره ينوبها من حب جانب. واحسن حاجه حبيت ان انا اضيفها لكم كمان في الفيديو ان انتي، وده بيكون حاجه كويسه حطيتها لكم فيها ايه، لو تلاحظوا هي بعد ما شالت الحاجات الاطباق اللي على السفره راحت غسلتها على طول مباشره ونشفتها علشان تعينها نظيفة او مغسولة ونظيفة، او هتحطها على السفرة نظيفة، يعني ده حاجة كويسة. وده طبعا اللي بيخلينا دايما دايما مفيش عندنا حاجة في بيوتنا تكون كركبة، حاجات مش نظيفة كده. ويمكن ان السيدات اللي بره في الخارج كلهم متميزين بكده، لان في ناس كتيرة قوي بيجيلي كومنتات كتيرة، طب احنا نجيب منين وقت للكلام ده والبيت بيبقى فاتح والكلام ده، نجيب وقت ليه منين؟ والله بصوا شايفين، يعني دي نبذة بسيطة جبتها لكم بالنسبة لما شلت الحاجات اللي على السفرة راحت غسلتها على طول وابتدت ان هي تحطها على السفرة كده كشكل جمالي، وفي نفس الوقت لو عندها عشاء بقى او الكلام ده حاجاتها بتبقى جاهزة. مش شرط انت كمان تعملي كده السفرة بتاعتك تكون جاهزة عشان العشاء والكلام ده، لا طبعا، الغرض من ان احنا ممكن نشتري الحاجة من مكانها لو هي في المطبخ نروح مباشرة نغسلها، ما نسيبهاش ابدا ابدا ان هي تكون مش نظيفة، ونيجي نبص نلاقي في حاجات كتيرة محطوطة علينا. وطبعا هنا بعد ما خلصت اللي وراها والكلام ده كله لازم انها تقعد ترتاح كده. هنشوف بقى تنظيفها وترتيبها لغرفة النوم بتاعتها. غرفة النوم بتاعتها تقول لي ايه ده يا روزي، هي غرفة النوم بتاعتها ليه عاملة كده برغم ان هي عندها حاجات جديدة ومودرن وستايل وحاجات كده حلوة، ولكن غرفة النوم اللي هو السرير اللي هو بالستارة او ستايل الأوضة، يعني هنقول من التراث القديم شوية، ولكن هي بتحب جدا اللون البينك بتعشقه، او لون الوردي او الروز بتعشقهم جدا، ومن كتر حبها ليهم مرضتش تغير غرفة النوم بتاعتها، في ستايل قديم شوية ولكن مرضتش تغير الستايل بتاعها، ولكن حبت انها تعمل نبذات بسيطة فيها بالنسبة للكابوتيني او للباف اللي بيكون في الأوضة او للتسريحة السيلفر كده، يعني هي حبت تعمل فيها جو كده، فاهمين انتوا الجو ده. تعالوا بقى نشوف التويلت بتاعها، وهنا كانت جايبة ناس بيعملوا لها الليدات لدات بس في التقفيل بتاع التويلت علشان خاطر يديها شكل جمالي، وفي نفس الوقت كمان يديها نبذة حلوة كده لما تكون مطفية الانوار بتاعت التويلت يكون في شكل كده، فاهمين قصدي. هتشوفوا كل ده دلوقتي وهتشوفوا تنظيمها وترتيبها للتويلت بعد ما عملت كل الحاجات دي هيكون ايه، ولكن حبيت اجيب لكم قبل وبعد برضو هو كان عامل ازاي او شكله الجمالي بيكون عامل ازاي بعد ما هي هتخلص. تعالوا بقى بعد ما خلصت كل ده وتاني يوم جابت بقى الجلانس بتاعها وجابت المناديل وجابت كل حاجة بالنسبة للتنظيف علشان تنظف التويلت. وبعد كده بقى عملت البانيو، هتبتدي ان هي عندها اتنين، يعني بانيو كابينة وبانيو تاني عادي جدا من غير كابينة، هتبتدي بقى ان هي تغسلهم كده وتلمعهم. طبعا ده الملمع او الجيلانس اللي هو بتاع الازاز او بتاع الزجاج، وكمان التويلت كل حاجة يعني. وفي الاخر حطت البوف اللذيذ دوت هو اكليرك برضو، وحطت عليه الفرو ده تديله لمسة جمالية شكلها شيك، وكمان البواب ما سابتش اي حتة غير وهي ملمعاها ومنظفاها عشان تدي الشكل الجمالي لغرفة النوم زي ما انتوا شايفين. بما ان هي بتحب اللون البينك ضافت الزهور الجميلة اللي باللون البينك عندها كده في
الغرفة. وهنا بقى ده اخر الفيديو، حبيت ان انا اجيب لكم كنوع من التغيير، حطيته ده ديكور للكونسول، حاجة بسيطة يعني كده، حبيت اختم بيها الفيديو بتاع النهاردة. بس كده حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، ودي السيدة اللي كانت معانا النهاردة. يا رب تكون استمتعتوا من الفيديو، ويكون الفيديو عجبكم ولو بحاجات بسيطة، واخدنا منه افكار لتزيين بيتنا بحاجات بسيطة او بديكورات بيتنا بحاجات بسيطة. اشوفكم الفيديو الجاي، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.